كواليس الحلقة الرابعة من نجم الأردن كانت متميزة أكثر من المعتاد. المواهب كانت قوية ونسبة التنافس بينهم عالية، لكن مع هيك أجواءهم في الكواليس ما كان فيها أي منافسة، وما كان فيها إلا كل الدعم والصداقة. أما فريق العمل خصوصاً يزيد وفنسا كان إلهم أجواءهم الخاصة. مش بس المشتركين وفريق العمل اللي كانوا متحمسين، لجنة الحكم كمان كانت متحمسة ومتشوقة تشوف مواهب الحلقة. بدأت الحلقة وبالرغم من ثبات المواهب على المسرح، لكن اللي ما شافوا الجمهور كان توتر المواهب قبل ما يطلعوا على المسرح وردة فعلهم بعد انتهاء أدائهم. ذاك اعراق الكرامة، هاي بوسة لابو حسين وبوسة لعيون النشامة. خلي يسمع للعرب قبل الغرب، راح اقول ورغم انف العاقدين، حرة حرة تبقى وعربية، حرة ارضك فلسطين. المواهب كانت كتير قوية بالحلقة والمنافسة بينهم كانت عالية لدرجة حيرت لجنة الحكم وقرروا يتركوا قرارهم بهاي الحلقة تحديداً للجمهور. والجمهور فعلاً اختار، والفائزين كانوا عيسى الصقر وسليم عصفور. رحبنا بضيفانا، شدينا حبل البيت، شبناها بنيرانا، وهنا يا واسطا للبيت والأشراف عمدانا، وهنا يا واسطا للبيت والأشراف عمدانا،
I'll be back.